فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما القول فيما يسمى الآن بالمطر الاصطناعي، وهو زعمهم بأنهم يحدثون شيئا في السحاب فيتسبب بإنزال المطر، هل يصدق هذا وما الحكم؟ الحمد لله هذه الفكرة ما نجحت ولا نفعت، وهي تكلف، يقولون تكلف تكاليف باهظة ولا نجحت. ما يمكن ينزلون المطر ويصرفونه ويسوقونه على الأرض، ما يمكن هذا، هذا من باب العبث ومن تطلع الإنسان إلى ما لا يليق. نعم.